إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الاستراتيجية في حالات الخطر يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة لمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية بل وحتى التكنولوجية، وهو الأمر الذي يستوجب تطوير استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في مجال الرقمي والجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني وحماية المنظومات والمعطيات والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية عمادها التحسيس المستمر واليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات.